وافق مجلس النواب في جلسته العامة على إحالة 6 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. وشملت الإحالات مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل في الأسكندرية وتمويل محطة كهرباء كومومبو ومشروع مكافحة إنفلونزا الطيور واستيراد بضائع موفرة للطاقة من الصين لمواجهة التغيرات المناخية، إضافة إلى اتفاقية قرض بمبلغ 290 مليون يورو لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.